الحيوانات ما اقدرش اقول على الثعلب بكار. دي تمساح نيلي من اكبر التماسيح في مصر، زي ما انتم شايفين ضخم جدا. انا مش هقول لكم على السعر عشان سعره غالي. معاكم مصطفى كناري. تحب افاجئك النهارده بايه؟ والله اي حاجه فيه منك حلوه. اي حاجه فيه منها اديك مثلا شوكولاته؟ لا انت بجد. ايه خمسه كره؟ طيب طب بص يا غالي، ده ثعلب، ده ثعلب اسمه ثعلب الرمل، ثعلب الرمل او ثعلب روبل. الثعلب ده في ثلاث انواع منه في مصر، في ثعلب الاحمر وثعلب روبل اللي هو الثعلب الصحراوي، وفي ثعلب الفنك. ده بيتربى كحيوان اليف في البيت ان شاء الله. تمام. طبعا بقى اللي يقول لك ثعلب مكر والكلام ده كله شغل عهات ومصاطب. تمام. ايه اللي مكر؟ فارس بيجاوب بيقول له مكر. هو مكر عليك في حاجه قبل كده يا فارس؟ هو الراجل ده بيظلم الحيوانات. انا طبعا بحب الحيوانات، ما اقدرش اقول على الثعلب مكر. شغل مكر انت لو عبيط. تمام. لان مفيش حاجه اسمها ثعلب مكر. تمام. مفيش حاجه اسمها ثعلب مكر يا جماعه، بجد حقيقه ثعلب اتربى كحيوان اليف في البيت. في شكله حلو جدا يعني. في ناس كتير كانت مقتنعه في مصر هنا تقوم رباه كحيوان اليف زي زرقاطه بالظبط. بيعودوه في البيت على دراي فود القطط. كام واحد؟ طبعا هو بياكل لحوم. تمام. وبياكل بعض الفواكه وبياكل يعتبر الثعلب بياكل حاجات كتير زي حشرات في الطبيعه بتاعته. لحوم. ثعلب روبل ده او ثعلب الرمل ما شاء الله جميل في الاقتناء، ويمكن ان هو يستأنس زيه زي اي حيوان اليف. سعره كام طيب؟ ملوش اسعار ثابته. تقريبا مثلا رينج عشان لو حد يشتريه. يعني 1500. 1500. ده طبعا ابو ليا. ابو ليا ده نوع من انواع القوارض. تمام. ده سموه ابو ليا لان يوجد في مؤخرته حاجه كده شكل ليه الخروف زي ما انتم شايفين طبعا في الكاميرا. ابو ليا ده عداء لاي حيوان اليف مع الانسان، يعني حاطته مع ارنب هيموت الارنب. عداء لاي حيوان. طبعا هو اليف جدا مع الانسان، متكسر في الاسر. تمام. بياكل طبعا اعلاف، يعني احنا في الاسر بناكله اعلاف، بناكله ميل ورم. ما شاء الله يعني بيتكسر حتى في الاسر عندنا. خد يا عم ده موطنه، بيجي من مطروح. بقول لك انت معايا طبعا معانا. نتكلم بقى على الصقور. نخش بقى على الصقور. هوايه الملوك بقى اهم حاجه. هوايه الملوك اهم حاجه. ده صقر الوكري. الصقور ثلاث انواع. صقر الوكري. ما ده فرش وده فرش. دي الصقور صقريات اللي هي تعتبر افضل حاجه كهوي جوارح. بس انا شايف ان دي بتخصصك بس الصقور، يعني انا لو لاحظت انا متعتي في الجوارح. انا بعيد عن الشغل، بعيد عن اي حاجه، انا متعتي ان انا اربي جوارح. تمام. ده عقاب تاوني ايجل. طبعا في كذا نوع من العجبان، في امبريال ايجل، ستيف ايجل، تاوني ايجل. زي ما انتم شايفين كده الطير ده متدرب وسط الزحمه لانه مفيش مصدر خوف بينه وبين البشر. هو متدهل كويس ومتدرب كويس، عشان كده مش خايف من البشر. لو هو خايف لا ما انصحش بيه حد مبتدئ طبعا، لان الطير ده عنيد ومحتاج حد عنده خبره عشان يعرف يتعامل معاه. تمام. سعر الوكي بتبدا من 1000 جنيه لحد 2000 ونص 3000 جنيه ونص على حسب الموسم، يعني مش سعر ثابت. السند بوه.
ساندي بوا ده يا جماعه بتلبس نفسها في الرمل، يعتبر من اجمل الزواحف في مصر. تمام. برضو نادره جدا. دي الاقتناء الشخص بتاعي، دي بتتغذى على القوارض الصغيره او السحالي. ما شاء الله، احنا هنا في مصر بنسميها الاصله المصريه. النوع ده الوحيد اللي في مصر يا جماعه اللي بيلد ما يبيضش، يعني ما بيبيضش، ده بيلد بيحتفظ بالبيض حتى بيفرخ في بطنه بعد كده بيلد. تمام. يعتبر افضل زاحف في مصر، انا من وجهه نظري انا الشخصيه. عامل كام السعر ده يا اخويا؟ قول يا باشا. عامل كام السعر؟ عامل 1500. اسعاره بتروح من كام لكام؟ سعره بتروح من 250 وانت طالع. تمام. ممكن تقول رقم تليفونك طلع عشان حد عايز يشتري حاجه منك؟ لا لا ما فيش مشكله. 012 لو عايز يشتري. ها 012 70 95 2288. يا جماعه الراجل ده يا جماعه حاصل على جايزه يوسف شاهين، مهرجان فشيخ كده، كسب الجايزه فيه ما شاء الله عليه. ماشي تمام ماشي حبيبي يا سامي. سعره يا جماعه 2500. شكله هادي على فكره، شكله هادي. ده مستر روسي عنده 40 يوم، الجوز عامل 150، بيختلف سعره بقى على حسب عمره، بس كان لو كبير بقى الجوز يعمل 200. تمام تمام ما شاء الله، حاجه نضيفه. حتى لو انت عايز عارف انا مش الراجل ده يا جماعه ما بيخافش من التعميم. انا حاسس ان انت لا ده سلاح التربيه المبتدئين. اه طبعا. اي حد قلت له ينفع يربي؟ اه غير سام. غير سام. اقصى حد ليه قد ايه؟ متر ونص. متر ونص. بياكل ايه؟ بياكل فران وبياكل سحاري وبياكل دفنات، بياكل حسب حجم التعبان. ضحايا ده يا حاج. اه ضحايا. ده ارنب غني. ارنب غني. اه اسعاره ايه؟ اسعاره ده يبدا من 100 جنيه. يبدا من 100؟ ده اخره 100 ده. تمام. الصغير يبدا من 60. الصغير يبدا من 60. ما شاء الله يا باشا. دي ميداليات عقارب. فالباع عارف حقيقيه، حاجه مميزه جدا، سعرها 35 جنيه. سعرها 35 جنيه. اه بس ما شاء الله. في اي مكان في المحلات بتلاقيها ب 100 جنيه و80 جنيه. ما شاء الله. في منها اشكال بقى ايات كمان، في منها اشكال ثانيه. كويس والله. الطفايه اللي جوه دي، الطفايه دي طفايه. بس هم عاملين طفايه يا جماعه بقلبها عجربه. دي طفايه بتحط هنا السجاير، مكتوب فيها ايجيبت، مكتوب فيها مصر. دي اشكال تانيه. تمام تمام. ادينك اهو. دي بس بقى وصار معاك العقل.